يكشف الصدام الحاصل الآن بين روسيا والغرب ما يصفه كثيرون بلعبة الأمم، وهذا المصطلح أصبح شائعا في التحليل السياسي، ويشير إلى أن ما يجري في العلن من تفاعلات أو صراعات بين الدول يخفي أهدافا أخرى، وهذا بالضبط ما يجري الآن. فالمعلن أن هناك تكتلا غربيا يدعم أوكرانيا في وجه العمليات الروسية، بينما الحقيقة أنه صراع بين القوى الكبرى على النفوذ وشكل النظام العالمي، وليست أوكرانيا سوى ساحة لهذا الصراع. وهذا الصراع لا يتخذ شكلا عسكريا فقط، بل له أشكال أخرى سياسية واقتصادية واستخباراتية، وكلها متداخلة، ويمكن القول إنها تستخدم في آن واحد. ولعل التفجيرات الغامضة لأنابيب نقل الغاز الروسي نورد ستريم أو السيل الشمالي هي أوضح مثال على ذلك. فالطاقة كانت أحد أبرز أدوات روسيا لبسط نفوذها في أوروبا، فالاتحاد الأوروبي أكبر مستهلك للغاز الطبيعي القادم من روسيا، وهناك أنابيب لضخ الغاز من روسيا إلى أوروبا يعود تاريخ إنشائها لستينيات القرن الماضي. وتعتمد 27 دولة على الغاز الروسي في نحو 40% من احتياجاتها. أتحتاج روسيا أيضا لأموال أوروبا، فعائدات روسيا من النفط والغاز سجلت في 2021 نحو 119 مليار دولار، تشكل 36% من ميزانيتها العامة. لكن الطاقة الروسية هي أمر شديد الأهمية لأوروبا، فهي لا تستخدم للتدفئة في فصل الشتاء القارس فقط، بل تشغل محطات الكهرباء والمصانع وغيرها. بالتالي تملك روسيا ورقة هامة استخدمتها بالفعل ضد أوروبا مع اندلاع الحرب، حين اشترط بوتين بيع غاز بلاده بالروبل الروسية متحديا العقوبات الغربية ولكي يمنع العملة المحلية من الانهيار. Начнем с этого, с нашего природного газа, перевода оплаты нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны за российские рубли. لكن الدول الأوروبية كانت تفكر منذ وقت مبكر في الاستقلال عن الغاز الروسي وتنويع مصادرها كي لا تبقى تحت رحمة موسكو. لكن تخلي أوروبا عن الغاز الروسي يبدو أمرا شديد الصعوبة، فأقصى ما يمكن للدول الأوروبية فعله في حال نقص إمدادات الغاز الروسية توفير 70% من احتياجاتها على المدى القصير عن طريق الإمدادات من دول أخرى ومصادر الطاقة البديلة. لكن ذلك ليس حلا نهائيا لمشاكلها. لم تكن أوروبا فقط من تسعى للاستقلال عن الغاز الروسي، بل كان ذلك هدفا أمريكيا بالأساس، وإن كان يأتي في سياق التنافس مع روسيا حول النفوذ في أوروبا، كما أن الولايات المتحدة الأمريكية هي ثاني أكبر مصدر للغاز في العالم بعد روسيا. يؤكد الهدف الأمريكي تصريحات قديمة لوزيرة الخارجية الأمريكية في عهد الرئيس الأسبق جورج بوش كونداليزا رايس، تتحدث فيها عن اعتماد أوروبا على النفط والغاز الروسي، وأن الدول الأوروبية يجب أن تعتمد على مصادر بديلة للطاقة بعيدا عن روسيا وبالتحديد من الولايات المتحدة. You simply want to change the structure of energy dependence. You want to have pipelines that don't go through Ukraine and Russia. The tremendous bounty of oil and gas that we're finding in North America. أكد ذلك أيضا تصريح للرئيس الأمريكي جو بايدن قبل الحرب الروسية الأوكرانية، يحذر فيه موسكو من إغلاق خط نورد ستريم 2 إذا غزت أوكرانيا. If Russia invades Ukraine, there will be no longer Nord Stream 2. How will you do that? The project is within Germany's control. I promise you we'll be able to do it. هذا التصريح من الرئيس الأمريكي بدا غريبا، لأن هذا الخط يربط بين روسيا وألمانيا ولا يصل للولايات المتحدة، بالتالي لا سيادة لها عليها. لكنها الطاقة التي تحولت إلى سلاح سياسي في صراع النفوذ على أوروبا بين أمريكا وروسيا. بالتالي لم يكن غريبا أن يصف المسؤولون في موسكو تخريب خطوط نقل الغاز الروسية بأنها هجوم متعمد من قبل الغرب بقيادة الولايات المتحدة. لم تستخدم الطاقة فقط كسلاح في هذا الصراع الدولي، بل حتى الدعاية التي عكست ازدواج المعايير الغربية في المقام الأول. فبينما استنفرت الولايات المتحدة وحلفاؤها بعد إعلان بوتين ضم 4 مناطق أوكرانية للسيادة الروسية،
غضت ذات الدول الطرفة في السابق عن وقائع مماثلة مثل ضم إسرائيل لمناطق عربية، بل ووصفت هذا الضم بأنه مهم لأمن إسرائيل. Defending Ukraine's sovereignty and territorial integrity is about much more than standing up for one nation's right to choose its own path. It's also about protecting an international order where no nation can redraw the borders of another by force. The Trump administration recognized Israeli sovereignty over the Golan Heights. Will your administration continue to see the Golan Heights as part of Israel? The Golan is very important to Israel's security. وهذا هو ذات المنطق الذي استخدمته روسيا في صراعها مع أوكرانيا، معتبرة الحرب ضرورية لتأمين حدودها وأمنها القومية أمام توسع حلف الناتو في أوروبا الشرقية. هي إذن لعبة الأمم تجري أمام أنظار العالم وعبر البث المباشر وفي واقعة ذات دلالة. يتحدث الأمين العام لحلف الناتو أكبر قوة عسكرية في العالم، لكن البث ينقطع ليظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد عملية اختراق تلفزيونية، وهو مشهد معبر عن صراع محتدم يجري الآن، حيث تطفو كل الخلافات على السطح وأمام الجمهور ويلعب الجميع بكل أوراقه.